نبقى في عالم التحدي والألعاب، حيث فاز فريق من سلوفونيا ببطولة عالمية للعبة الهروب من الغرفة بعد تمكنه من الخروج من غرفة مليئة بالألغاز قبل منافسه الأوكراني. واكتسبت لعبة الهروب من الغرفة الكثير من الشهرة في السنوات الأخيرة، والآن أصبح لها بطولة عالمية يتنافس فيها فرق من جميع أنحاء العالم. ويتكون كل فريق من 4 أفراد يدخلون غرف مغلقة بالتتابع، والتحدي يكمن في معرفة كيفية الخروج من كل غرفة عن طريق حل الألغاز الموجودة بداخلها في أسرع وقت ممكن. ولا يتمحور الأمر حول الذكاء الفردي فحسب، حيث يتعين على أفراد الفريق أن يعملوا سويا لفك الرموز والشفرات وأيضا إيجاد الحل للهروب سوية. Security protocol established. Please proceed to the next challenge.